هذا الفيديو هو الفيديو السادس في سلسلة كونيات، وعنوانه سيكون صدى الانفجار الكبير، صدى البيج بانج. طبعا هكذا وصف إشعاع الخلفية، وصف على أنه صدى الانفجار الكبير. طبعا كما سبق وقلنا لم يكن انفجارا، وإنما هذا التمدد الهائل المنتظم والمنظم للمكان الكوني، هذا ما حصل يعني، ولم يكن انفجارا، ولكن اصطلح على تسميته البيج بانج أو الانفجار الكبير. فإذا نقول إن إشعاع الخلفية هو صدى الانفجار الكبير. سأتكلم عن هذه الظاهرة الغريبة جدا، وسأحاول أن أبين لماذا أعدها غريبة جدا. ولو إنه البيج بانج، نظرية البيج بانج تنبأت بالإشعاع الخلفية، ولكن مع ذلك أنا أعد هذه الظاهرة غريبة جدا، وسأفسر ذلك لاحقا. ولكن أولا، كيف لماذا يعني كيف تنبأت نظرية البيج بانج، كيف تنبأت بهذه الظاهرة بإشعاع الخلفية CMB، كيف تنبأت به؟ طبعا وفق البيج بانج، نظرية الانفجار، في المراحل الأولى من عمر الكون، خلينا نحكي في الدقائق الثلاث الأولى من عمر الكون، كان هناك لدينا البروتونات والنيوترونات والفوتونات، وطبعا نيوترينوات أيضا، ولكن لم تهتم النظرية كثيرا بالنيوترينوات على الأقل في مراحلها الأولى. على أي حال، كان لدينا بروتونات ونيوترونات وأيضا وإلكترونات طبعا وفوتونات، وكانت الفوتونات طاقتها عالية جدا، يعني كانت كلها من جاما فوتونز، وطبعا كانت درجة الحرارة عالية جدا بالمليارات. ولذلك في غضون الدقائق الثلاث أو في المراحل الأولى اندغمت البروتونات مع النيوترونات مكونة، طبعا بالمقام الأول أغلبها ظلت هيدروجين، يعني مجرد بروتونات، 75% ظلت بروتونات، يعني أنوية هيدروجين، وحوالي 25% هيليوم. تشكل الهيليوم في ذلك الوقت، أغلب الهيليوم تشكل في المراحل الأولى من عمر الكون، وكميات ضئيلة من ديوتيريوم اللي هو الهيدروجين الثقيل، ومن الليثيوم. فأما باقي العناصر طبعا تشكلت لاحقا في باطن النجوم كما سبق وقلنا. هذه دامت لفترة بسيطة، يعني حوالي 3 دقائق، ثم بعد ذلك نتيجة التمدد هبطت درجة الحرارة، حرارة الكون هبطت إلى درجة أنه لم يعد من الممكن أن تندغم أنوية الذرات معا، أو لم يعد من الممكن أن تندغم مثلا البروتونات معا لتشكل عناصر أخرى أثقل من الهيدروجين. انتهت عملية ما يسمى النيوكليو سينثيسيس، أي عملية الاندغام النووي أو عملية التركيب النووي، هذه انتهت في تلك الفترة. ولكن مع ذلك كانت ما زالت درجات الحرارة عالية جدا، ولذلك لم يكن من الممكن أن تتشكل الذرات. لاحظوا، نحن تكلمنا تشكلت أنوية الذرات، ولكن لم يكن من الممكن أن بهذه درجات الحرارة العالية جدا، لم يكن من الممكن أن تتشكل الذرات نفسها. ذرات أعني الإلكترونات مندغمة مع أنوية الذرات، يعني ما كان ممكن ذلك، لأنه أي ذرة تتكون كانت في ذلك الوقت كان الفوتونات الشديدة الطاقة سوف تفككها، أي تفصل الإلكترونات عن أنوية الذرات، أي تفكك الذرات، ليس الأنوية وإنما تفكك الذرات. فما كان من الممكن أن تتشكل الذرات تحت ظروف درجات الحرارة العالية جدا. فلذلك كان لدينا في المراحل الأولى من عمر الكون المادة على شكل بلازما، أي مجموعة كبيرة من الشحنات
الكهربائية من الأجسام المشحونة، أنوية ذرات موجبة الشحنة، والإلكترونات وهي سالبة الشحنة. فكان لدينا إذن بلازما، خلطة، خليط من الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة. وهذه يعني، فالذرات لم تكن قد تشكلت بعد، وظل الحال كذلك حتى وصلنا إلى 380 ألف سنة بعد البيج بانج، بعد الانفجار الكبير. يعني عندما وصلنا إلى هذا العمر، إلى هذا الزمن، 380 ألف سنة، هو يعني انخفضت درجة الحرارة إلى بضعة آلاف من درجات الحرارة، بضعة آلاف، بعد أن كانت بالمليارات ثم بالملايين انخفضت إلى بضعة آلاف، يعني تقريبا كسطح الشمس، كدرجة حرارة سطح الشمس. لأن عند ذاك صار من الممكن أن تتكون ذرات مستقلة عند ذاك. فالتحمت الإلكترونات مع أنوية الذرات، فتشكلت الذرات. الذرات كما نعرفها اليوم تشكلت بعد 380 ألف سنة من الانفجار الكوني، لأن درجات الحرارة أتاحت ذلك. طبعا عندما تشكلت الذرات، من المعروف أن الذرات شفيفة أو شفافة بالنسبة إلى الضوء. يعني لاحظوا، البلازما ليست شفافة، يعني الضوء لا يكون حرا في ظل البلازما. البلازما في الواقع تأثر الضوء إن شئتم، لأنه الضوء باستمرار، الفوتونات باستمرار تتبعثر على الشحنات الكهربائية، الشحنات الموجبة والسالبة، فتتبعثر عليها، ولذلك الفوتونات لا تكون حرة، تكون مأسورة من جانب البلازما. البلازما تأثيرها تماما، ولكن الذرات شفيفة أو شفافة بالنسبة إلى الضوء، فالضوء ينتقل، يعني لا يعود أسيرا للذرة، وإنما ينتقل حرا في أجواء الكون. ولذلك عندما تشكلت الذرات، وعندما انتهت مرحلة البلازما وتشكلت الذرات، فك أسر الضوء. الضوء لم يعد مأسورا من جانب المادة، قبضة المادة فك أسر الكون، أسر الضوء من أسر من قبضة المادة. يعني في مرحلة البلازما كان في قبضة المادة، كان الضوء نستطيع أن نقول في قبضة المادة، لم يكن حرا، ولكنه تحرر من قبضة المادة عندما تحولت المادة إلى ذرات. فلذلك نقول إن الذرات شفيفة أو شفافة بالنسبة إلى الضوء. الضوء ينتقل فلا يراها، في أغلب الأحيان لا يراها، وإنما ينتقل بينها في أرجاء الكون الفسيح. أما الـ ولم لم لا لا تعود المادة قابضة على الفوتونات. يعني يفك أسر الفوتونات من قبضة المادة في مرحلة الذرات. هذه الفوتونات الحرة التي انطلقت من الذرات، أي التي انطلقت عندما تشكلت الذرات، هذا هو ما نسميه إشعاع الخلفية. إشعاع الخلفية إشعاع حر، فوتونات حرة انطلقت عندما تحولت المادة إلى ذرات، فك أسر الفوتونات من قبضة المادة، ولذلك انطلق الضوء حرا في أرجاء المكان الفسيح. وهذه الفوتونات الحرة التي فك أسرها من قبضة المادة، ما هي ما نسميه بإشعاع الخلفية الكوني، CMB، Cosmic Microwave Radiation. طبعا عندما انطلقت الفوتونات في ذلك الوقت كانت درجة حرارتها عالية، يعني آلاف درجات الحرارة، ولكن طبعا مع التمدد المستمر للمكان الكوني قلت درجة حرارتها، يعني قل ترددها، وزاد طول الموجة، إلى أن وصلنا إلى مرحلة الميكروويف. الآن نراها على صورة
فوتونات مايكروويف تأتينا من كل بقعة في الكون. هذا هو حسب نظرية البيج بانج، هذا هو مكمن هذا الإشعاع الغريب. طبعا الغريب بالأمر، شو الغريب بالضبط يعني، في أن هذا الإشعاع متجانس إلى حد كبير من التجانس، شيء مذهل درجة تجانسه، يعني كثافته لا تتغير من مكان إلى آخر، نفس كثافة هو يعني نفس الكثافة لا تتغير، عدد الفوتونات لا يتغير تقريبا تقريبا، وكلمة تقريبا هاي مهمة كما سأوضح لاحقا. ولكن المهم في الأمر أن هذا الراديشن يعني الذي اكتشف، هذا الإشعاع الذي اكتشف متجانس جدا، وهو يطيع بالمناسبة قانون بلانك لإشعاع الجسم الأسود. طبعا الجسم يكون أسود عندما يتكون، يعني عندما ينتج عن مادة كثيفة جدا، المادة الكثيفة جدا تعطينا إشعاع الجسم الأسود، وفعلا السي ام بي او اشعاع الخلفيه هو حقيقه اشعاع جسم اسود. يعني هذا يدل على ماذا؟ يدل على انه فعلا ماده الكون كانت كثيفه جدا في السابق، والا لما كان يطيع قانون بلانك في الجسم الاسود، لكنه يطيع بدقه كبيره قانون بلانك في الجسم الاسود، فهو اذا اشعاع جسم اسود. وهذا يدل على أن مادة الكون في المراحل الأولى كانت كثيفة جدا، كثيفة المادة يعني مادة كثيفة جدا وحامية جدا. لاحظوا يعني هذا تأكيد، هذا الإشعاع الجسم الأسود أو إشعاع الخلفية تأكيد على حالة الكون في المراحل الأولى من عمر الكون. ولكن هذا التجانس تجانس مذهل، يعني لا ليس هناك تغيير، أنا نظرنا في أي اتجاه نحصل على الإشعاع نفسه، إشعاع الجسم الأسود نفس درجة الحرارة، نحصل على نفس درجة الحرارة 2.7 تقريبا درجة مطلقة، سواء نظرنا في هذا الاتجاه أو في اتجاه آخر أو في الاتجاه المقابل نحصل على نفس درجة الحرارة. هذه يعني درجة عالية جدا من التجانس. غريب، من أين جاء هذا التجانس؟ خليني أوضح هذه النقطة لأنها بعتقد في غاية الأهمية في حكمنا على نظرية البيج بانج. كيف؟ أينشتاين افترض أن مادة أنموذجه متجانسة، ويحق له ذلك لأن أنموذجه استاتيكي، يعني أبدي وأزلي، أزلي وأبدي. بما أنه أزلي وأبدي فالتجانس بالضرورة، يعني لازم تكون المادة متجانسة بالضرورة، لأنه معها وقت كافي لكي تتجانس. خلينا نحن بدي أستعمل هذا التعبير، لدى المادة يكون هناك لدى المادة وقت كاف لكي تتجانس، لكي ينتقل هذا التجانس من موضع إلى آخر حتى تتجانس كلها. طبعا التجانس إذا أخذنا مثلا مادة غير متجانسة أو غاز غير متجانس تدريجيا يتجانس، إذا كان هناك وقت كافي لكي تنتقل الحرارة وتنتقل الطاقة وتنتقل الجسيمات من مكان إلى آخر، يعني إذا بما في ذلك الضوء، إذا كان في وقت كافي فالغاز يتجانس. هون في حالة الكون كله كان في وقت كافي في نظام في نموذج أينشتاين لكي تتجانس مادة الكون، وقت كافي لكي ينتقل الضوء، ينتقل الارتفاع، تنتقل التفاعلات، تنتقل درجة الحرارة، تنتقل الجسيمات نفسها، فتعم الكون كله. فالتجانس كان الشيء الطبيعي في نموذج أينشتاين، ولكن هل كان شيئا طبيعيا في نموذج فريدمان لاماتر، أي في البيج بانج؟ أنا أقول لا، ليس طبيعيا. ليش؟ لأنه لم يكن هناك، بما أن الكون نشأ يعني ولد انبثق، لا نعرف كيف ولكن انبثق، بما أنه انبثق منذ من فترة محدودة،
يعني من قبل حوالي 14 مليار سنة انبثق الكون، فعمره محدود، يعني ليس معه الوقت الكافي لكي يتجانس، كي تتجانس مادته. لأن انطلق الكون من حوالي 14 مليار سنة، انطلق الكون. طيب، انطلق وتمدد، انطلق وتمدد، وتمدد بسرعة نسبية، يعني تمدد بسرعة نسبية. طب كيف حصل على تجانسه؟ يعني لم يكن هناك وقت كاف لكي يتجانس بهذه الصورة، بحيث أنه تكون بقعة في هذا الاتجاه تماما مثل بقعة في الاتجاه المقابل. يعني سرعة الضوء لا تتيح يعني التفاعل مرهون بسرعة الضوء، لا ينتقل التفاعل بأسرع من سرعة الضوء، ولذلك يعني لا يمكن كان أن ينتقل التفاعل مثلا من بقعة هنا إلى بقعة مقابلة في الوقت المتاح. فإذا الوقت الذي كان متاحا لمادة الكون لم يكن كافيا لكي تتجانس. من أين حصلت على تجانسه؟ هل بدأت متجانسة؟ ولكن كل قوانين الطبيعة تقول لا يمكن أن تبدأ مادة الكون متجانسة. يعني إذا افترضنا أنه فعلا هذه النقطة اللي انطلق الكون من عندما كان المكان نقطة لا نهائية الصغر، ثم لسبب ما انطلق، يعني لا يمكن أن نقول إن مادة الكون كانت أصلا متجانسة. على العكس من ذلك، قوانين الطبيعة تؤكد على أنه لا يكون، يعني الأكثر احتمالا هو أن لا تكون المادة متجانسة. طب ولم يكن مع مادة الكون وقت كاف لكي تتجانس، لكي تنتقل التفاعلات والجسيمات ودرجة الحرارة والحرارة إلى آخره بصورة يعني أن تعم الكون فتجعله يتجانس. من أين حصل هذا التجانس؟ أنا فعلا هذه محيرة لي، يعني إنه بعبارة أخرى لم يكن هناك وقت كاف للمادة لكي تتجانس، لأن أقصى سرعة يمكن أن تنتقل بها التفاعلات، أن تنتقل الفوتونات، أن تنتقل الجسيمات، أن تنتقل الحرارة، هي سرعة الضوء. ولكن بقاع الكون المختلفة كانت أبعد عن بعضها بكثير من أن ترتبط معا عبر تفاعلات تسير بسرعة الضوء. واضح الفكرة، إنه بقاع الكون كانت بعيدة جدا، نتيجة هذا التمدد كانت بعيدة جدا عن بعضها بعضا، بحيث لم يكن متاحا لهذه البقاع أن تتجانس، أي أن تتفاعل معا، ما كان من الممكن أن تتفاعل معا. هذه أصبحت تعرف بعدين، طبعا أدرك العلماء وجود هذه المشكلة، فصار يطلق على هذه المشكلة في الواقع اسم The Horizon Problem، مشكلة الأفق. وفعلا هذه مشكلة، يعني أنا حاولت، طبعا هناك طرق رياضية للتعبير عنها، ولكن حاولت أن أوضح الفكرة الفيزيائية وراء هذه المشكلة، مشكلة حقيقية، The Horizon Problem. الآن افترض أينشتاين، عندما افترض هذا الافتراض افترضها لأسباب فيزيائية ورياضية. الآن فريدمان ولاميتر افترضا هذا الافتراض لأسباب رياضية، لأنه معادلات النسبية العامة تصبح معقدة جدا إذا لم نفترض هذا الافتراض. إذا لأسباب التبسيط، يعني أنا بعتقد حسب اطلاعي على أوراق هذين العالمين أنهما افترضا هذا الافتراض فقط لتبسيط المعادلات النسبية العامة، لكي يحصلوا على نتائج محددة من النسبية العامة. ربما راودتهم فكرة أن المادة ليست متجانسة، مادة الكون، ولكن على أي حال كانوا مضطرين إلى هذا الافتراض لأسباب رياضية، خلينا نحكي. ولكن إشعاع الخلفية بين على أن هذا الافتراض صحيح، وهذا الغريب في الأمر، يعني بين أن هذا الافتراض صحيح إلى حد كبير من الدقة، إنه فعلا مادة الكون متجانسة
إلى حد كبير من التجانس يعني. فبطل هذا الافتراض، كانوا يسموه في بعد الأمر في الثلاثينيات من القرن العشرين، أسموا هذا الافتراض the cosmological principle، المبدأ الكوزمولوجي. ولكن لم يعد مجرد افتراض، مع السي ام بي، مع إشعاع الخلفية، أصبح هذا حقيقة ولم يعد افتراضا، حقيقة تحتاج إلى تفسير، الهورايزن بروبلم. طب كيف؟ لم يكن هناك وقت كاف لكي تتجانس بقاع الكون بهذه الكيفية المذهلة. هذه مشكلة. مشكلة ثانية، إنه عندما نعود إلى الوراء نلاحظ أن الكون حتى لو كان يعني حتى لو كان الكون ليس مستويا تماما، يعني ليس إقليديا، حتى إذا لو كان قليلا مثلا، ابتعد قليلا عن النمط الإقليدي، ولكن عندما نعود إلى الوراء هذا الانحراف يقل ويقل ويقل حتى يختفي تقريبا في المراحل الأولى من عمر الكون. إذا أيضا يبدو أن الكون فلات، مستوٍ. طبعا نحن بنعرف حسب نظرية أينشتاين أنه لا، الكون ممكن أن يأخذ أي هندسة ممكنة، يعني هناك هندسات عديدة ممكن للكون أن يأخذها، ولكن من الواضح أن الكون أقرب شيء إلى الهندسة المستوية، أن هندسته مستوية وكأنه سطح مستو في عدة أبعاد. طب برضو غريب، ليش؟ ليش إلى مستو إلى هذا الحد الكبير من الاستواء؟ يعني شو المعنى؟ إنه أن يكون أن يطيع الهندسة المستوية إلى هذا الحد، مع أنه متاح له كل الهندسات. برضو هذه مشكلة بسموها the flatness problem، مشكلة الاستواء إن شئتم، the flatness problem. هذه مشكلة. طبعا في مشكلات تانية بديش أذكرها لأنه بنحتاج الغوص في فيزياء المونوبولز اللي هي أحاد القطب أو أحاد القطبية المغناطيسية، لا أريد أن أدخل فيها، ولكن هي أيضا هذه تخلق مشكلات بالنسبة للبيج بانج موديل، بالنسبة إلى نموذج البيج بانج. الآن في كمان إشكالات، يعني نحن الآن نتكلم عن مفارقات نظرية البيج بانج. الإشعاع الخلفية أعطانا يعني أشار إلى مفارقات في نظرية البيج بانج، مفارقات البيج بانج في الواقع، مفارقات كبيرة كما قلت، الهورايزن بروبلم، الفلاتنس بروبلم، وأيضا المونوبول بروبلم اللي ما دخلت فيها أنا، ما دخلت فيها، ممكن في المستقبل يعني نتكلم عنها، المونوبولز اللي هم القطب الأحادية، القطب المغناطيسي. وهذه كلها إشكالات خلينا نسميها، أو مفارقات في نظرية البيج بانج. هلا في مفارقة أخرى اللي هي نقطة البداية. هلا لماتر تكلم عن نقطة البداية، سماها البرايميفال إيج، البويضة الأولى، سماها أحيانا الذرة الأولى، ذي برايميفال أتوم. وما كان عنده فكرة شو هي البرايميبل أتوم، هل هي محدودة الحجم أم إنها لا يعني لا نهائية الصغر. تساءل لاماتر حول ذلك، هل هي يعني نقطة كل المكان فيها، لاحظوا نحن لا نقول كل المادة، كل المكان فيها، يعني كل هذا المكان الضخم الآن الذي نراه بأعيننا، كل هذا كان قبل حوالي 14 مليار سنة نقطة، كل هذا المكان كان محشور في نقطة. فكرة هائلة، ولكن لما يطرح طبعا يعني تساءل حول هذه المسألة. لكن النسبية العامة اللي اشتغلوا عليها رياضيا بينوا بأن النقطة اللي بنسميها النقطة المنفردة singularity، أنها مسألة حتمية، لا مهرب من السنجولاريتي في النسبية العامة. أن النسبية العامة تشير إلى أنه في الماضي كان في حدود للمكان والزمان اللي هو السنجولاريتي. السنجولاريتي لا تنتمي إلى الزمكان، لا تنتمي إلى المكان والزمان، وإنما تشكل حدودا للمكان والزمان، تشكل حدود.
لكن قال إن هذا الحد لابد أن يكون موجودا في الماضي. مين أثبت هذا الحكي بعبقرية رياضية لا مثيل لها؟ روجر بنروز الذي حصل على جائزة نوبل منذ سنتين بعتقد، الذي حصل على أو السنة الماضية الذي حصل على جائزة نوبل، والعبقري الكبير ستيفن هوكينج. هذول الاثنين في الواقع اشتغلوا مع بعض، كان ستيفن هوكينج تلميذ لروجر بنروز، كانوا بيشتغلوا على البلاك هولز، ولكن أيضا عممها ستيفن هوكينج على الكون. فبينوا أن نظرية النسبية العامة تشير بالضرورة إلى أنه في ماضي الكون كان هناك سينجولاريتي، كان هناك نقطة منفردة اللي هي قبل 14 مليار سنة، كان في نقطة منفردة لا مهرب منها. فالبرايميفال اج الذي تكلم عنها طبعا، وايضا بين ستيفن هوكينج وروجر بنروز بشكل خاص البلاك هولز، ان الثقوب السوداء ايضا بالضروره فيها سنجولاريتي، ولكن في المستقبل، يعني بالكون في الماضي في حال الكون، بالبلاك هولز في المستقبل. طبعا كان في جدال واسع في الستينيات القرن الماضي حول هذه المسألة. بالمناسبة كان في نقاش طويل عريض بين السوفييت، العلماء السوفييت، و ستيفن هوكينج وروجر بنروز. كان في نقاش كبير، والأمريكان يعني تناقشوا فيها، إلى أن حسمها روجر بنروز و ستيفن هوكينج، حسماها تماما يعني في اتجاه السنجولاريتي، لابد من السنجولاريتي. طبعا إذا تبين أن نقطة البداية أو البرايميفال أتوم هي عبارة عن سنجولاريتي، كيف؟ هذه خارج إطار نظرية النسبية العامة، وكأنها تشير إلى قصور أو إلى حدود نظرية النسبية العامة. نظرية النسبية العامة لا تستطيع أن تتعامل مع هذا الحد، لأنه حد، لأنه خارج إطار الزمكان الذي تصفه، فهو خارج إطارها. كيف نصف هذه السنجولاريتي؟ هذه السنجولاريتي نقطة تضم كل المكان في الكون المرئي، لا نهائية الانبعاج كيرفتشر، لا نهائية الكثافة، لا نهائية درجة الحرارة. كيف نتعامل مع هذه اللانهائيات؟ وأيضا كيف، يعني ما الذي انبثق منها؟ يعني هل انبثق المكان منها والزمان والمادة؟ كيف انبثقت المادة؟ كيف تنبثق المادة والمكان والزمان من سنجولاريتي؟ يعني كيف تتمدد السنجولاريتي؟ هل نستطيع أن نطبق مفهوم التمدد على السنجولاريتي أصلا؟ يعني ولذلك هذا معنى، يعني الموقف الصحيح أن نقول إن نظرية النسبية العامة تصل حدودها عند هذه النقطة، ولا نستطيع أن نستعملها، ونحتاج إلى تطوير نظرية أشمل وأقوى، وتأخذ بعين الاعتبار كوانتوم إيفاكتس، المفاعيل الكوانتمية، لكي نستطيع ربما أن نتعامل مع هذه الحالة الأولى التي انبثق منها الكون. لا نعرف ما هي هذه الحالة الأولى حتى الآن. طبعا هناك أفكار وأفكار خصبة في هذا، ولكن لا نعرف حتى الآن، لم تحل هذه المشكلة، مع أنه في محاولات جرت لإدخال الكوانتم ثيري هنا وهناك، في محاولات ومحاولات جدية، ولكن ربما نحتاج إلى تطوير كوانتم جرافيتي، أي نظرية الجاذبية الكوانتمية، حتى نستطيع تماما أن نحسم هذه المسألة. في هناك شغل مهم جدا يقوم به عدد من العلماء، من ضمنهم بعض العلماء العرب، ولكن حتى الآن لم تحسم هذه المسألة، وما زالت إشكال، ما زالت تشكل إشكالا كبيرا. طبعا ستيفن هوكينج طور الكوانتوم كوزمولوجي، الكوزمولوجيا الكوانتمية، اللي بديش أدخل الآن فيه، صعب جدا، ولكن طور الكوانتوم كوزمولوجي لمعالجة هذه المسألة. هو يعني توصل إلى نموذج تختفي فيه السنجولاريتي، ولكن ليس مقنعا من الناحية الفيزيائية كما يجب. ربما نتطرق في فيديو قادم للكوانتوم كوزمولوجي، فيها رياضيات معقدة، فيها الفاينمان انتجرالز، تكاملات فاينمان وكذا، لا أريد أن أدخل فيها الآن.
وهذه هي مفارقات نظرية البيج بانج في الواقع. خلينا نحط السنجولاريتي على جانب، نأتي إلى أهم شيء، مفارقات الثلاثة اللي ذكرتهم اللي هم الفلاتنس بروبلم، الهورايزن بروبلم، يعني مشكلة الأفق ومشكلة الفلاتنس أو المستوى، الهندسة المستوية، مشكلة الهندسة المستوية، الاستواء إن شئتم، مشكلة الاستواء، ومشكلة المونوبول أو أحادي القطب المغناطيسي، مع التركيز على أول مشكلتين. هذه طبعا لفتت نظر العلماء. العلماء طبعا شوفوا أي شيء يظهر في أي نظرية، العلماء رأسا بيركزوا عليه، ما تفكروا إنه بغرشوا على المشكلات، لا، الحقيقة العلماء لا، ما بغرشوا على المشكلات، بالعكس يجابهون المشكلات ويحاولون أن يجدوا حلولا منطقية لها ولو أخذهم عشرات السنين. وهاي ممكن، يعني ممكن يأخذ البشرية مئات السنين أحيانا لكي يتمكنوا من حل مشكلة ما، يعني ليس غريبا ما يحصل في علم الكون. المهم بالأمر إنه لفتت النظر وبدأت، يعني بدأ العلماء يجدون نوعا من الحل لهذه المشكلات في نهاية سبعينيات القرن الماضي، بالذات حوالي 1980 بدأها عالم سوفيتي اسمه ستروبينسكي، ثم جاء عمل العالم الأمريكي ألان جوث. ألان جوث، وتذكروا هذا الاسم من العلماء البارزين، وثم عالم أمريكي تاني بول ستاينهارت، وأيضا علماء سوفيت هاجروا لأمريكا في مقدمتهم أندري ليندا عالم كبير، وألكسندر فيلينكن. فإذا العلماء السوفيت مع علماء أمريكان، لكن أنا سأركز على ألان جوث بالذات لأنه أكثر ما ركز على هذه المشكلات وحاول إيجاد حل لها. يعني هذه كانت مشكلته، إنه هو طبعا ألان جوث لم يكن عالم كون، وإنما كان عالم جسيمات أولية، بارتيكل فيزيكس. فهو أراد أن يحل مشكلة في البارتيكل فيزيكس اللي هي مشكلة المونوبولز باختبارها في الكون، باختبارها في تركيز على النظام الكوني، بصه نظاما فيزيائيا. فألان جوث في الواقع بالصدفة توصل إلى نوع أو إلى ضرب من الحلول لهذه المشكلات الكونية، ولو ما كانش يعني عالم كون كان بلشان ببارتيكل فيزيكس. ألان جوث أدرك إنه لابد من الافتراض، هذا الكون المرئي الذي نراه في الماضي نحن لا نستطيع، يعني قال إنه لابد أن الكون شهد في مراحله الأولى جدا، يعني حوالي 10 للقوة ناقص 35 ثانية، لاحظوا 10 للقوة ناقص 35 ثانية، في هذه الفترة الزمنية الصغيرة جدا لابد أن الكون دخل في تمدد أسي exponential هائل، بحيث أنه انتفخ في لمحة بصر من حيز أقل بكثير من حيز البروتون إلى تقريبا إلى كرة ملتهبة، إلى كرة عادية ملتهبة، يعني حجم كرة ملتهبة. طبعا هذا يعني إنه كان إنه توسع جنوني أسي، يعني كل فترة زمنية صغيرة جدا يتضاعف، كان حجمه يتضاعف حجمه كل 10 للقوة ناقص 35 ثانية، شيء مذهل يعني. فهو قال إنه هذا لابد، حتى لكي أحل هذه المشكلات لابد أن أفترض أن الكون في الواقع ما كان يتمدد بصورة منتظمة أو بصورة وديعة خلينا نحكي، وإنما عانى في تلك الفترة الصغيرة حوالي 10 للقوة ناقص 35 ثانية، عانى توسعا
جنونيا، توسعا لا مثيل له حتى في المخيال، لفترة وجيزة يعني حتى 10^32 ثانية، ثم بعد ذلك هدأ، يعني بطل، هدأ وبدأ يتمدد بالصورة الطبيعية التي نراها في البيج بانج كوزمولوجي. يعني بمعنى آخر أنه فقط في هذه الفترة البسيطة جدا توسع بهذه الصورة الجنونية لفترة ضئيلة جدا، ثم عاد إلى تمدده الطبيعي الذي نربطه عادة بالبيج بانج. وفي هذه الفترة، يعني عندما اجتاز فترة التوسع الهائل، تحولت الطاقة، طاقته إلى جسيمات أولية تماما كما يقول البيج بانج موديل، النموذج البيج بانج اللي ممكن نتناول برضو تفصيلاته لاحقا. أما النقطة الأساسية أنه قال أنه إذا افترضت هذا الافتراض أن هذا التوسع الهائل حصل، ساعتها ندرك أن كل الكون المرئي في الواقع، كل الكون المرئي كان، يعني نحن لا نت يعني بالأصل إذا عدنا إلى الوراء، الكون المرئي كله كان نضعه في جزء صغير جدا مما كنا نظن أنه يشكل جزءا منه. يعني بعبارة أخرى، كل أركان الكون المرئي كانت أصلا مرتبطة معا سببيا، كانت أصلا مرتبطة معا سببيا، يعني كلها، يعني سواء نظرنا إلى هذه البقعة أو البقعة التي تقابلها، كانت كلها في الواقع في حيز أصغر بكثير مما كنا نفكر، بحيث أنه كانت مرتبطة سببيا مع بعضها، فالتجانس كان حاصل في تلك اللحظة، كان حاصل لأنه نحن نتكلم عن حيز صغير جدا مترابط أصلا سببيا، ثم بعد ذلك تمدد بهذه الصورة المخيفة لكي يشكل كوننا. فحل هذه المشكلة، حل مشكلة الهورايزن بروبلم بهذه الكيفية، يعني كان هناك ترابط، يعني الكون المرئي هو أصلا عبارة عن جزء صغير جدا ما كنا نفكر أنه يشكل أو يتشكل منه، عبارة عن كان كل بقاع الكون المرئي كلها موجودة في حيز صغير جدا جدا، ومن ثم كان مترابطا سببيا وكان متجانسا، وهذه البقعة الصغيرة جدا المتجانسة هي التي شكلت الكون المرئي. لاحظوا، ثم بعد ذلك، بعد فترة وجيزة هدأت وتحولت هذه البقعة الصغيرة جدا، تحولت إلى فيض من الجسيمات والطاقة والضوء وما شابه ذلك. هلا طب ليش؟ يعني السؤال الذي طرحه طبعا ستاروبنسكي كان بالأول، لكن ستاروبنسكي كان غامضا وله سبق ألان جوث السوفيتي ستاروبنسكي. طبعا فيما بعد ألان جوث طبعا نظريته كانت مثقلة بالإشكالات، لا أول لها ولا آخر، ولكن اللي حل إشكالاتها بالدرجة الأولى أندري ليندا الروسي وبول ستاينهارت الأمريكي. الحقيقة هما يعني لهما الفضل في حل كثير من إشكالات ألان جوث نظريته الأصلية، وما زالت هذه النظرية فيها إشكالات، ولكن أيضا يعني تنسجم مع حشد كبير من المشاهدات لا نستطيع أن نتجاهلها رغم غرابتها. المهم هاي من سماها ألان جوث inflationary scenario، نظرية التضخم إن شئتم، سماها نظرية التضخم. لاحظوا، نظرية التضخم inflationary scenario. لكن برضو برز التساؤل، طيب شو كانت حالة المادة التي جعلتها تتوسع بهذه الصورة الرهيبة؟ طبعا لاحظوا، إذا فعلا هاي المادة توسعت بهذه الصورة الرهيبة تفسر لماذا حصل البيج بانج. يعني البيج بانج هو من مخلفات هذا التوسع الهائل، ولكن السؤال إنه شو طبيعة هذه المادة؟ شو اللي خلاها تتوسع بهذه الصورة الجنونية؟
المادة العادية لا، يعني حتى الجسيمات العادية إذا أخذنا البروتونات أو الكواركس والليبتونز والكذا، هذه الجسيمات في الواقع لا تبدي مثل هذه الجاذبية التنافرية. يعني هذه جاذبية تنافرية، نحن الشيء المألوف عندنا هو الجاذبية غير التنافرية، الجاذبية الجاذبة. طب هذه جاذبية تنافرية، ومش تنافرية بصورة عادية، تنافرية بصورة رهيبة. طيب هذه منين اجت هذا التنافر الرهيب؟ هون افترض ألان جوث، وكان عالم في بارتيكل فيزيكس، في فيزياء الجسيمات الاوليه، انه كانت حاله الماده ما يسمى الفولس فاكيوم، الخلاء الزائف الذي يتضمن قدرا كبيرا من الطاقه، مش الخلاء اللي هو اقل. احنا عاده الخلاء نقول هو الحاله التي تمثل اقل طاقه ممكنه لنظام ما، يعني اقل الحاله الدنيا للطاقه نسميها الخلاء لمجال معين. مثلا اذا اخذنا مجال وقلنا انه ما هي طاقته الدنيا، هذه حاله الطاقه الدنيا هي حاله الخلاء. ولكن هون تكلم ارتكازا الى بعض الاكتشافات في ذلك العصر في الجسيمات، فيزياء الجسيمات الاوليه، الفولس فاكيوم، الخلاء الزائف اللي بيكون في الواقع ما في جسيمات، لكن بيكون في كم هائل من الطاقه في هذا الخلاء. وجد انه اذا دخل هذه الحاله في معادلات اينشتاين في النسبيه العامه، هذه الحالة تخلق تنافرا رهيبا، مش تجاذب مثل المادة العادية، وإنما تنافرا هائلا. فإذا وجد ضالته في ذلك، قال كان لدي أنا فولس فاكيوم، كان لدي خلاء زائف، وهذا الخلاء الزائف هو الذي أعطانا هذا التنافر الهائل غير المسبوق. كما قلت يعني أعطى نوعا حتى الفلاتنس بروبلم حلها. ليش؟ لأنه هون يعني هذا التوسع الهائل في الواقع يعني قضى على أي انحرافات عن الاستواء، يعني جعل المكان مستويا تماما، يعني مط المكان بصورة هائلة بحيث أنه جعله فعلا مستويا تماما، مده هيك بحيث انه يعني كأنه كان مجعلك المكان، مجعلك كثيرا. ولكن عندما تعرض الى هذا الامتداد الهائل، لهذا المد الهائل، الى هذا التمدد الهائل، قضى على كل هذه الجعلكات وخلق منه سطحا مستويا او فضاء مستويا. فأيضا تغلب على flatness problem، وأيضا تغلب على المونوبول بروبلم، لأنه نحن نعلم اليوم أنه كوننا ليس ما في مونوبولز، يعني كل الدلائل تشير إلى أنه ما في مونوبولز، ما في أحادية القطب المغناطيسي، في حين أنه لو حسب البيج بانج المفروض أن يعج الكون بهذه الجسيمات الغريبة، ولكنه لا يعج بالمرة في ذلك. هون وضح أنه إذا حصل هذا الانفليشن، هذا التضخم، هذا التمدد الهائل، فيبعثر حتى لو كان في مونوبولز فيبعثرها في الواقع على مسافات بعيدة جدا عن بعضها البعض. حل هذه الإشكالات، ولذلك أخذت نظريته بعين الاعتبار رغم أنها نظرية مليئة بالإشكالات. لن أتطرق الآن إلى هذه الإشكالات التي حلها إلى حد ما أندري ليندا و بول ستاينهارت وربما ألكسندر بيلينكن، لكن على الأقل إنه يعني أعطانا، يعني لفت النظر إلى أهمية هذه المشكلات وإلى كيفية حلها. هذه إذن تطور هائل حصل. أنا بعتقد إنه الانفليشنري سيناريو رغم غرابته لأنه أنقذ نظرية البيج بانج، أنقذ نظرية البيج بانج، لأنه كانت مفارقات مذهلة بنظرية البيج بانج. بس لاحظوا إنه الانفليشنري سيناريو، السيناريو سيناريو التضخم
لم يحل مشكلة السنجولاريتي، لم يحل مشكلة النقطة المنفردة، و يعني ظلت مشكلة السنجولاريتي موجودة حتى في الانفليشنري سيناريو. الآن التطور الآخر المهم كان في مسيرة هذه النظرية، إنه نظرية البيج بانج، إنه عام 1998 اكتشف أن تمدد الكون يتسارع، وهذه كانت غريبة جدا، لأنه الأصل المادة جاذبة، ولذلك الأصل في التمدد أن يقل تسارعه مع الزمن، ولا أن يقل عفوا تمد أن يقل مع الزمن تمدد أن يقل مع الزمن، ولكن مع من القياسات التي أجراها فريقان من العلماء عام 1998 تبين أنه بالعكس تماما، أن المجرات في الواقع تتباعد بتسارع عن بعضها بعضا، وليس فقط أنها تتباعد عن بعضها بعضا، تتسارع في أن الكون يتسارع في تمدده. بل لاحظوا أنه الكون بدأ طبعا بعد الانفليشنري سيناريو صار يتباطأ، أخذ يتباطأ ربما لمدة 7 مليارات عام، ثم بعد ذلك بدأ يتسارع. ولذلك اضطروا إلى العودة إلى ما قاله أينشتاين بخصوص الثابت الكوني، واللي أثبت لماتر في ثلاثينيات القرن الماضي أنه طاقة مرتبطة بالمكان وليس مرتبطة بالمادة، ولذلك أسموها الطاقة الداكنة دارك انرجي. الثابت الكوني هذا الثابت الكوني وجدوا أنه لا يساوي صفرا، وهذا طبعا خلق إشكالات كبيرة. هلا الآن ثابت الكوني يعني اقترحه أينشتاين من أجل أن ينقذ أنموذجه الاستاتيكي، ولكن ثبت أنه موجود، أن الثابت الكوني موجود وأنه لا يساوي صفرا. لا بل إن أغلب طاقة الكون تتشكل من الثابت الكوني أو من الطاقة الداكنة، يعني ثبت من دراسة إشعاع الخلفية إنه حوالي 70% من مادة الكون أو من طاقة الكون هي طاقة داكنة، وحوالي 25% المادة الداكنة بيسموها، و5% المادة العادية التي نألفها. فهذه طبعا من دراسة السي ام بي، من دراسة أشعة الخلفية تبين أن الأمر كذلك. ولكن هذا أحدث ضجة كبيرة، إنه عكس كل التوقعات إذا بالتمدد الكوني يتسارع، وليس إنه يقل مع الزمن وإنما يتسارع. فهذا كانت نتيجة هائلة. ربما بالفيديو القادم سأتكلم عن ثابت الكوني مرة ثانية، وسأتكلم عن هذه الإشكالية السنجولاريتي مرة ثانية، يعني سأناقش هذه الأفكار مرة ثانية لنشوف وين احنا رايحين. يعني أتوقف هنا، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.